طيب ايه اللي انت ممكن تقوله للجمهور في اول حلقه موجود فيها معانا بعد انتقالك للنادي الاهلي؟ والله انا بشكرهم على كلامهم الحلو اللي انا بسمعهم منهم دول، وان شاء الله كل اللي انا اقدر اعمله في الملعب او من جهد او من لعب او من اي حاجه ان شاء الله اكون عندي الثقه بتاعتهم.